مساء الخير أعزائنا المشاهدين، بنرحب فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم برنامج اسأل طبيب، اللي كل أسبوع عم بيعطينا موضوع جديد وبيستضيف ضيف جديد لحتى نتعرف أكثر على جسم الإنسان، أكثر عن المشاكل الصحية يلي بيواجهها جسم الإنسان. أكيد برنامج اسأل طبيب بيطلع على شاشة قناة سامراء الفضائية، اللي بنحاول دائما من خلال هاي البرامج نعطيكم أو نوضح لكم ونوصل لكم معلومة سهلة وميسرة. لحتى نعيش بصحة وسعادة وحيوية ونشاط لازم نهتم بصحة جسمنا. كيف بدنا نهتم بصحة جسمنا؟ لازم نعرف عنه أكثر، لازم نعرف عن العمليات الحيوية اللي موجودة بجسمنا أكثر، لازم نعرف عن الأعضاء اللي بيشتغل فيها جسم الإنسان، عن الأجهزة اللي بتشتغل في دقة متناهية متناغمة، لازم نعرف عنه أكثر لحتى نعرف نتفادى أي مشكلة صحية ونعرف كيف علاجها. للي انضم لنا جديدا، برنامجنا عبارة عن أكثر من فقرة. الفقرة الأولى بنحكي فيها عن موضوع الحلقة، واللي بنحكي فيه عن المشكلة الصحية اللي رح نناقشها اليوم مع ضيفنا، بنحكي فيه عن أنو عضو من أعضاء جسم الإنسان رح يواجه هاي المشكلة الصحية. أما فقرة الثانية اللي هي فقرة شاغل بالي، واللي خصصناها لكم لحتى تسألونا عن أي شيء شاغل بالكم في موضوع الحلقة، أكيد اللي راح يجاوبكم عليها هو ضيف من أهل العلم، من أهل الاختصاص، لأنه شعارنا في برنامج اسأل طبيب أنه نقدم معلومة صحيحة ودقيقة ومعلومة تكون محدثة، يعني آخر ما توصل العلم في موضوع حلقتنا لليوم. ما راح نطول عليكم، موضوعنا اليوم جدي، موضوعنا اليوم يعني ممكن لا سمح الله يؤدي إلى فقدان حياتنا إذا ما عالجناه بطريقة صحيحة وإذا ما تعاملنا معاه بطريقة صحيحة. ما بدنا نخوفكم، عفوا ما بدنا نخوفكم هلأ، لما نعرف شو المشكلة الصحية مع أنو عضو من أعضاء جسم الإنسان راح تكون، أكيد راح تعرفوا شو المقصود من كلامي. لحتى نعرف موضوع الحلقة فاصل صغير وبرجع لكم، خليكم معي. حياتنا ما هي إلا عبارة عن حركات، نشاطات أو أنشطة إحنا بنقوم فيها، هي عبارة عن تفاعلات مع البيئة المحيطة فينا، ما هي إلا عبارة عن عواطف إحنا بنستخدمها، عن ردات فعل لخبر إحنا بنسمعه، إرادة من داخلنا بدنا نعمل نقوم بعمل معين. حياتنا عبارة عن قرارات وتفكير. كل هاي القرارات، كل هاي الحياة اللي هلأ فصلناها بتحكم فيها عضو مهم جدا جدا بجسم الإنسان. مش بس بتحكم هذا العضو بقراراتنا، مش بس بتحكم بأنشطتنا أو بحركاتنا، كمان بتحكم بتقريبا يعني شغل الأعضاء وأجهزة جسم الإنسان بشكل عام، لأنه إحنا في عنا جسمنا في أشياء إرادية إحنا بنقوم فيها وفي أشياء لا إرادية. هذا العضو اللي هو من أهم أعضاء جسم الإنسان اللي هو الدماغ. اليوم رح نحكي ببساطة عن الدماغ وعن مشكلة صحية مهمة جدا بتصيب الدماغ. هي هاي المشكلة ممكن تصيب أي عضو من أعضاء جسم الإنسان، لكن اليوم خصصناها فقط للدماغ. اليوم رح نحكي عن أورام الدماغ، وعشان نعرف أورام الدماغ تحديدا لازم نتعرف على دماغنا، لازم نتعرف على تركيبة الدماغ البشري ونعرف ما هي وظائفه وبشو بتخصص الدماغ. أكيد وظائف الدماغ الآن صار معروف للكل، لجميع المشاهدين وجميع الناس، إنه هو الدماغ هو الأساس في حياتنا وبتحكم تقريبا بجميع وظائف جسمنا. خلينا ناخد فكرة سريعة عن الدماغ وعن تكوين الدماغ. مثل ما أنتم شايفين بالصورة اللي أمامكم هون، إحنا بنقسم الدماغ إلى ثلاث أجزاء رئيسية. الجزء الكبير هذا اللي موجود معنا على الشاشة وهو باللون الأصفر، هذا الجزء احنا بنسميه سيريبرم او بسموه المخ. الجزء الاصغر منه هذا اللي هو احنا بنسميه اذا بدك المخيخ، اللي هو عفوا موجود بهذا اللون الزهري اذا كان ظاهر على الشاشه نفس الالوان اللي عندي. اما الجزء الثالث هو جذع الدماغ. اذا الدماغ عندنا يقسم الى ثلاث اقسام رئيسيه، اللي هي السيريبرم او المخ الكبير، في السيريبيلم او المخيخ او بسموه المخ الصغير او الدماغ الصغير، وجذع الدماغ اللي هي بسموها بالانجليزي الميدلا. طبعا
جذع الدماغ من هون بتحول بنتقل معنا بمتد بصير عنا الحبل الشوكي، ومن هون بنكون احنا عرفنا الجهاز العصبي المركزي اللي هو عبارة عن الدماغ وعبارة عن الحبل الشوكي. خلينا ندخل كمان بتفاصيل أكثر. إذا بدنا ناخد المخ الأكبر أو الدماغ الأكبر أو السيريبرم يقسم إلى 1 2 3 4 إلى 4 مناطق رئيسية زي ما هو موضح عندكم على الشاشة. عندنا الفرونتال لوب أو الفص أو الجبهة الأمامية، عندنا الأكسوبيتال من الخلف كمان في منطقة، عندنا التيمبورال اللي هو يعني التيمبورال جانبي خليني أحكي، والباريتال اللي هو بسموه الصدغي. إذن الدماغ الكبير، الدماغ الكبير يقسم إلى 4 أماكن رئيسية. كل مكان أو كل لوب خليني أحكي أو كل فص من هذا الدماغ له وظيفة معينة. طبعا يعني فرضا إذا بدي أحكي عن وظيفة الجبهة الأمامية أو الفص الأمامي، هي دائما موجودة خليني أحكي بال 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 بالأشياء الأشياء الذكية مثل التعلم، مثل الحفظ، يعني بالأشياء اللي بيكون فيها التفكير مرات، هذا كله بيكون موجود بالفص الأمامي. الفص الخلفي هو بيكون مسؤول عن أشياء واحدة منها مهمة جدا اللي هي النظر أو حدة الإبصار ومراكز الإبصار في الدماغ. خليني أحكي لكم يعني قبل ما أحكي عن وظيفة كل جهة، لأنه إذا بدي أحكي عن وظيفة كل جهة رح نغطي وظائف الجسم كلها، لكن خلينا نحكي مفهوم معين. لما نحكي مراكز الإحساس بالدماغ منعني أنه إحدى المناطق الموجودة هاي، مراكز الإبصار بالدماغ منعني فرضا هاي المراكز اللي موجودة عندنا. كل مكان أو كل فص من هاي الأشياء بتكون من ملايين الخلايا العصبية، والخلايا العصبية بترتبط في بعض ارتباط معقد جدا جدا جدا، كلها بتتشكل مع بعض لحتى تغذي جميع أجزاء جسم الإنسان. الآن كمان معنا صورة، خلينا ندخل إذا بدنا نشوف الصورة داخل الدماغ من شو بتكون معنا هاي الصورة. هلا هاي الصورة احنا قسمنا الدماغ من النص، انه الدماغ الكبير او المخ الكبير هو يقسم الى قسمين، قسم ايمن وقسم ايسر. طبعا احنا بنشوف التلافيف هاي اللي موجودة داخل الدماغ هي عبارة عن خلايا عصبية، مستعمرات من الخلايا العصبية متجمعة مع بعض كلها عشان تؤدي وظيفة، طبعا وظيفة بدها تكون دقيقة جدا، وهذا اللي بيميزنا ربنا عز وجل ميزنا فيه عن باقي او عن سائر المخلوقات. بدي أحكي هون معلومة صغيرة، لاحظوا أهل العلم والأبحاث وبالذات اختصاص تشريح جسم الإنسان أن جسم الإنسان أو الدماغ البشري فيه هاي التلافيف بشكل معقد وبشكل يعني كبير جدا وعددها كبير جدا. إذا من نروح للكائنات الحية الأقل مستوى من الإنسان رح نلاقي أنه هاي التلافيف أقل بكثيرا، يعني رح نلاقيها احنا بنسميها سطحها ناعم وليس بخشونة التلافيف. هاي التلافيف تعني أنه في خلايا عصبية، خلايا دماغية أكثر بكثير من الكائنات الحية الأخرى، وبالتالي عشان هيك الإنسان تميز بالعقل، العقل هذا المدبر البشري اللي ربنا عز وجل تحدى فيه كل العلوم وكل الأبحاث والأطباء. الدماغ الكبير بتكون من قشرة خارجية وبتكون من لب الدماغ داخلي. طبعا في هذا المكان هون يتكون السائل الشوكي أو سائل النخاع الشوكي، وبيمتد وبينزل إلى الحبل الشوكي. باختصار هذا أجزاء الدماغ. إذا بدنا نحكي عن وظائفه كتير بصراحة بدي يعني أكثر من يمكن 3-4 حلقات فقط حتى نخصص لوظائف الدماغ. كان أنا الهدف اللي بدي أحكيه من هاي المعلومات البسيطة الميسرة، إحنا لازم نعرف تركيب الدماغ، لأنه إذا عرفنا تركيب الدماغ وعرفنا وظيفة هذا الجزء من الدماغ بنعرف شو المشكلة الصحية اللي حيتأثر عليها أو اللي رح تنتج إذا أصيب هذا الجزء. فرضا إذا أصيب الجزء الأمامي من الدماغ رح يختل وظائف معينة من الجسم، إذا أصيب الجزء الخلفي من الدماغ رح تختل وظائف أخرى من الجسم. عشان هيك وين مكان الإصابة بالدماغ لازم نعرفها ولازم نحددها. موضوعنا اليوم عن أورام الدماغ. أكيد رح نعرف الأورام هاي، هل هي خبيثة، هل هي حميدة، كيف ممكن نتفاداها، كيف الإصابة فيها، رح نعرف شو آخر تطورات العلاج إلها، لأنه بصراحة موضوع جدا مهم، ورح نعرف هل مكانها بالدماغ بدل على شيء معين ولا إذا وجدت بأي مكان بالدماغ كله نفس الشيء. كل هاي الأسئلة، كل هاي الإجابات راح يجاوبنا عليها ضيفنا اللي راح نستضيفه أنا وياكم، ونرحب فيه أنا وياكم. خليكم معاي في فقرة شاغل بالي بعد الفاصل.
من جديد أهلا وسهلا فيكم أعزائنا المشاهدين. بنحب نرحب فيكم كمان مرة، وبنحب نذكر بموضوع حلقتنا لليوم، هو أورام الدماغ. لأي حدا شاغل باله أي سؤال عن موضوع أورام الدماغ، ما عليه إلا أنه يتصل على هواتف البرنامج اللي موضحة على أسفل الشاشة، لأنه اللي حيجاوبنا عليها اليوم ضيفنا اللي بدنا نرحب فيه أنا وياكم. معنا اليوم الدكتور حيان كيال، اختصاص في جراحة الأعصاب والدماغ بالتنظير، جراحة العمود الفقري من جامعة ليفربول من بريطانيا، اختصاص في انزلاق الدسق وتشوهات وكسور وكسور العمود الفقري، وعلاج آلام الظهر والأطراف والرأس. للي بحب يراجع أو اللي بحب يتواصل مع الدكتور حيان، ما عليه إلا أنه يزوره بعيادته اللي هي في أربيل بشارع 40 متري في برايتي، مقابل أو بالقرب من فلكة حي الشرطة. دكتور حيان للي بحب يتواصل معه هاتفيا، ما عليه إلا أنه يتصل على هاتف رقم 0751-384-2282، 0751-384-2282. دكتور حيان مساء الخير. مساء الخير، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك في برنامج اسال طبيب، وانت يعني ما شاء الله من الضيوف اللي بنحب دائما نستضيفهم في برنامج اسال الطبيب. دكتور، احنا موضوعنا اليوم عن اورام الدماغ. تمام. نعم، احنا نحكي الحقيقه، نبلش نفسر للناس شو يعني اورام بشكل عام. نعم. الاورام يعني هي عباره عن، نحن بنعرف انه الجسم بيجدد حاله بانشاء خلايا جديده، ونفس الخلايا القديمة بتموت، بروتيني هذا حتى يضل مجدد، لكن بالدماغ أحياناً بيصير في شذوذ بهذه الخلايا اللي عم تتجدد، بتظهر بشكل تكاثر أكثر من الطبيعي. هذا التكاثر بيشكل شيء اسمه أورام، وهي بتكون غير فعالة هذه الخلايا، وبالتالي بتصير ضغط على المنطقة اللي موجودة ضمن الدماغ. نعم. فإذاً الأورام تنشأ إذاً من انحراف بتشكيل الخلايا بشكل عام. نعم. طيب دكتور، احنا هاي يعني الاورام بشكل عام، رح ندخل بتفاصيل اكثر باورام الدماغ وشو انواعها وشو تفاصيلها اكثر، لكن بعد اذنك، بعد ما ناخذ فاصل صغير ونرجع نكمل للساده المشاهدين. اعزائي المشاهدين خليكم معنا فاصل صغير، ولنكمل حلقتنا اليوم من اسال طبيب اورام الدماغ مع الدكتور حيان كيال. مكملين معكم أعزائنا المشاهدين في برنامج اسأل طبيب، موضوع حلقتنا اليوم عن أورام الدماغ. نستضيف الدكتور حيان كيال، استشاري في اختصاص طب وجراحة الأعصاب والدماغ والعمود الفقري. دكتور حيان، قبل الفاصل كنا نحكي عن طبيعة الأورام بشكل عام، نحكي عن أورام الدماغ وكيف يتم تقسيمها، نتعرف أكثر عن أورام الدماغ. أوكي. في عنا نوعين بشكل من اسمه الأورام الدماغ اللي بتوصل كأورام دماغي، ممكن تكون ثانوية جاية من مكان، من جسم الإنسان، من مكان تاني، هو انتقال ورم خبيث من جهة من أجسام الجسم، من جسم الإنسان، يعني أي عضو من أعضاء جسم الإنسان عضو من جسم في ورم انتقل إلى الدماغ. نعم. فهذه اسمها أورام ثانوية، مو أصلا من الدماغ. وهي غالبا بتكون خبيثة. أما الأورام الأساسية اللي نتحدث عنها حاليا بهذه الحلقة، هي الأورام اللي أساسا تنشأ ضمن الدماغ أو داخل الجمجمة. فأما تكون أورام سليمة، وغالبا بتكون حول الدماغ، الأورام السليمة بالدماغ هي بتكون منشأها حول الدماغ، من العناصر اللي حول الدماغ بين الدماغ وبين الجمجمة، وهي أورام تجي على حساب الغلاف تبع الدماغ، مثل الغلاف يسموه الجافية أو منينجيوما أو أورام سحائي، أو على حساب الغدة النخامية، أو على حساب الأعصاب القحفية بيسموها الأعصاب اللي محيطة بالدماغ، أو أنه تكون أسباب أورام بتكون على حساب الأوعية المحيطة بالدماغ. فهذه الأورام غالبا بتكون أورام غالبا سليمة. نعم. مثل ما شايفين بالصورة. نعم. الدماغ هو من نصف، هي الأورام كلها بين الجمجمة وبين الدماغ. طولها شوي يكون أريح. أوكي. ومثلا هذا ورم بين سطح الدماغ وبين العظم. نعم. هذا ورم خارج الدماغ بنسميه، لأنه كله على حواف الدماغ جاي. نعم. حواف الدماغ. فهذه أورام غالبا بتكون أورام سليمة، بس الموقع تبعه قد يكون في صعوبة، في خطورة عالية كموقع، لكن كورم فهو سليم، إذا تم استئصاله فهو في شفاء كامل. نعم. هذه الأورام السليمة. أما إذا بدنا نحكي عن الأورام الخبيثة بالدماغ، فهي الأورام اللي تنشأ
الصورة اللي بعد هاي الأورام اللي بتنشأ بداخل الدماغ مباشرة ضمن الدماغ، وهذه تنقسم كأورام. نلاحظ أنه ممكن تنشأ على حساب الغدة النخامية أو داخل الدماغ، كلها أورام داخل الدماغ. وهذه الأورام تنقسم لأربع درجات حسب درجة الخباثة تبعها أو درجة الخطورة تبعها، خلينا نسميها اللي بده. الدرجة البسيطة اللي هي الأولى، ودرجة الثانية هي أكثر خباثة، وهكذا الدرجة الثالثة والدرجة الرابعة هي أشد شيء. الدرجة الأولى والدرجة الثانية غالبا إمكانية بقاء المريض على درجة أولى ودرجة ثانية قد يكون سنوات حتى يظهر الأعراض، أو تظهر أعراض بسيطة لكن ما بحاجة لجراحة. أما الدرجة الثالثة والرابعة بهالأورام الخبيثة اللي تنضد الدماغ فهي غالبا تحتاج إلى جراحات أو تداخل جراحي أو تداخل شعاعي، هنحكيها بالمستقبل. الأساس بالموضوع أن الأورام الخبيثة غالبا إذا ضمن الدماغ، الأورام السليمة هي بتكون غالبا عم أقول خارج الدماغ أو محيط حول الدماغ. تمام. هي بشكل عام كأورام. طيب دكتور، يعني ممكن نحكي عن الأسباب اللي ممكن، هل في أسباب معينة للأورام أو في عوامل إحنا ممكن نتفاداها، ولا يعني إذا بده يكون في سبب خلص لازم لا سمح الله نصاب بهذا المرض؟ هلا في أشياء أثبتت إنه هي بتسبب أورام الدماغ. مثلا التعرض الشعاعي، التعرض الشعاعي سواء بشغل النووية يعني بالحروب أو غيرها، أو تعرض الأشعة التصوير المتكرر لمرض ناس أشخاص بيشتغلوا بالمكان اللي بيه أشعة، شغلهم عبارة عن أشعة متواصلة. فهذا مثبت أنه بيساوي أورام، لأنه بتتحول الخلايا من انقسام الطبيعي انقسام غير طبيعي. في أشياء أثبتت كمان أنه الأشخاص أو الناس اللي بيعدوا تحت التيار التوتر العالي للكهرباء، فهدول المحلات اللي فيها توتر عالي وهن تحتها بيعيشوا فترات طويلة، ممكن نتيجة الكهرباء اللي الضغط العالي بالكهرباء، التوتر العالي بالكهرباء بيساوي تيارات كهرومغناطيسية بيأثر على الدماغ فبيعمل تحول كمان بالخلايا. فكمان هذا أحد أثبت يعني أثبت عالميا أنه بيساوي مشاكل. في أحيانا بيكون السبب جيني، يعني الجيني يعني تطور بالأساس بأثناء تشكل الإنسان برحم الأم بيتحول لورم دماغي بسبب اختلاط أو تخرب جيني عند الأم أو عند الأهل. وأحيانا بيسمى ممكن نربطها بالعوائل اللي في عندهم استعداد ليصير عندهم أورام بشكل عام، مو بس أورام دماغي، فممكن يظهر عندهم أورام. يعني ممكن نحكي إنه في عائلة معينة، هاي العائلة أو هاي القبيلة يعني عنده أكثر ميل لأنه يصير عنده أورام حتى أورام دماغي. نعم. وفي تنازرات معروفة، يعني هي تشوهات جينية تترافق مع أورام معممة بجسم وبيجي منها مثلا ورم بالدماغ، مثل مثلا تنازل ريفلهاوزنز مثلا، هو عبارة عن ورم ليفي عصبي، يعني كل شيء أعصاب بجسم الإنسان بصير شكله ليفي مدور كتل. بتلاقي جسمه كله عبارة عن كرات صغيرة تحت الجلد، وممتد كمان هي توصل للدماغ. في أورام تانية بتتظاهر مع تشوهات خلقية، بتتظاهر بأورام دماغية، في تنازلات كتير. فهي كمان من التطورات الجينية. في أشياء محرضة على ظهور الأورام غير مثبتة حاليا، مثلا تعرضك لأنه واحد اللي بيحكوا على الموبايل فترات طويلة مو مثبتة، هاي اللي بيدخن مثلا أو كذا مو مثبتة 100%، لكن لازال في محاولة اتهام بشيء منها. فإذا في عوامل محرضة وعوامل مثبتة أو بتشجع أكثر على ظهور الورم. فإذا افترضنا أنه شخص من عائلة فيها جزء كبير أورام متعددة بأشكال بأنواع جسم كله مو شرط بس بالدماغ، ومتعرض لأشعة أكثر من غيره، فهو مهيأ أكيد لظهور هذا الورم. دكتور، الأورام يعني العمر بيلعب دور معين؟ هلا العمر مو اكيد، بس في بعض الدراسات اثبتت انه في احيانا ردود الراس على بالاعمار بالأربعين وما فوق بتهيج بعض الاورام بالدماغ، لكن هذا دراسه ما مؤكده 100%، بس ممكن تكون احد الاسباب هاي. فهدول كل الاسباب، بس بشكل عام لازم اقول انه
الأورام أو السرطانات حتى الآن ما في إثباتات بكامل أنه هذا لازم هل العامل بيساوي أكيد 100% سرطان، لكن في أشياء مؤكدة مثل ما أن الأشعة أو التوتر عالي. طيب دكتور، يعني إحنا هلا عرفنا أنه سبب الأورام وإحنا ممكن نتفاداها بطريقة أو بأخرى، كيف الأعراض اللي ممكن يمر فيها مريض مصاب بهذا الورم؟ ما أنا تكلمت عن كيف نتفاداها بيقول بشكل مختصر بسيط الوقاية. مثلا إذا كان واحد في قرى مضطر يمر فيها توتر عالي، هذا لازم تنقل لمكان بعيد عن التوتر العالي، أي أحد وقاية. إذا كان شخص بيتعامل مع الأشعة بشكل متواصل لازم يلبس واقي ويكون في عنده مثل باتش بنحط على الصدر عشان يعرف إذا كمية أشعة تعرض إلى خلال السنة، فإذا كانت وصلت لمرحلة معينة بيتوقف عن العمل، هذا شيء معروف عالميا. الشغلات الثالثة، المرضى اللي عندهم يعني أمراض عائلية ورمية مفروض متابعة من الأطباء حتى ما يصير، وقد يصير عندهم ورم يلحقوا قبل ما يصير مشكلة كبرى. نعم. سؤال دكتور معلش بدي أقاطعك، بالنسبة للأشعة السينية اللي هو الإكس راي كتير بننصح أنه المرضى ما يتعرضوا لها كتير، بالذات الأطفال، المرأة الحامل إذا كان في حامل لازم تحكي لهم أنه أنا عندي، هل هذا له علاقة بالأورام أو التشوهات؟ جبت سيرة معقولة جدا. الأشعة السينية بتأثر أكثر شيء إذا تعرضنا إلى بكميات كبيرة فترة طويلة، ما بتصور إنسان العادي بيتعرض مثلا كل يوم يصور صورة لمدة شهر، بس المشكلة الحقيقية وقت بيتعرض الحامل للأشعة السينية، لأنه الحامل عنده جنين عم بتشكل والخلايا عم تشكل بشكل فعال فبتتأثر بالأشعة السينية، فما بصير نعمل لها أشعة إلا بيكون واقي للحمل، مع واقي للحمل. بالنسبة للأعراض اللي حكينا عنها، فالأعراض هي تتمثل بنوعين من الأعراض بالدماغ. بما أننا نعرف نحن وأنت كنت تحدثت أول شيء أنه الدماغ محفوظ ضمن الجمجمة اللي هو عبارة عن صندوق مغلق من كل اتجاهات تقريبا. صحيح. فبالتالي الدماغ محصور بين هذا العظم اللي محيط فيه، فبالتالي أي كتلة تظهر داخله حتساوي ضغط داخل هالدماغ، لأنه الصندوق مغلق ما في مكان لمكان لورم يكون موجود مشارك بهالحجم هذا. بعكس مثلا أورام البطن، مثلا ممكن تلاقي ورم عند بالكبد حجمه كبير كتير والمريض ما يشعر فيه، لأنه البطن تعرف بتمدد عم بيعطي مساحة، في عنده مساحة، أما هون العظم سكر فبتظهر أعراض ما يدعى أورام مسببة للضغط داخل القحف أو داخل الجمجمة عالي، فبصير كان بصير ضغط داخل الجمجمه عالي يؤدي الى اعراض. الاعراض المشهوره فيها بسبب هالوجود هذا هو الصداع اللي طيب. ممكن ينقذ الناس من النوم. دكتور احنا مجموعه الاعراض رح نعرضها تباعا، بس انا وياك سمحنا نتلقى هالاتصال. حتى انا ما بحب اقاطعك لانه نبدا في الاعراض مباشره. معنا السيد احمد، مساء الخير سيد احمد. سيد احمد هل تسمعنا؟ طيب يبدو انه السيد احمد انقطع الاتصال. خلينا استاذنا المخرج نستغل هاي الفتره وتعرض لنا الصوره الثانيه. موجود معنا احمد؟ موجود معنا احمد. السيد احمد مساء الخير. شكله سيد، نعم سيد احمد، يعني ريت تعود الاتصال لحتى يعني يلقط الخط معنا. نحكي عن الاعراض. نعم نحكي عن الاعراض. وهل الاعراض مثل ما قلنا اذا كان اسباب بسبب الضغط داخل القحف فبتتظهر، اهم شيء هو الصداع. الصداع اللي بيظهر حتى عند الاطفال، وهذا شغله مهمه. كل طفل عنده صداع لازم ما ناخذ الامر بتساهل انه نعطيه بنادول ونقول خلاص، لا. اطفال اذا عندهم صداع لازم اجراء أشعة، إجراء مرنان، لأنه لازم ندور على نبحث عن إمكانية وجود يعني ورم. يعني دكتور في 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 صفة معينة لهذا الصداع؟ نعم له صفة، أنه مثلا ممكن يترافق، ممكن يوقظ الناس من النوم بالليل، ممكن يجي صباحا شديد أشد بالصباح، ممكن يكون على اتجاهات الرأس كلها مشرط بجهة محددة، ممكن يترافق مع إقياءات وغثيان شديد، عدم إحساس بشعور بالأكل، لما عاد في عنده شعور بالأكل، ما في شهية. بالإضافة أحيانا ممكن يترافق مع اضطراب بالرؤية، بتصير عنده شوية تشويش بالرؤية، هي مع الوقت بالتقدم. لدرجة بعدين في أيام بصير مراحل تانية اضطراب بالتوازن أحيانا. لكن أهم شيء أنه هذا الصداع عند مثلا عن طفل، ما عم نحكي عن الكبير، صداع عن طفل لازم ناخذ الأمر بشكل جدي ونجرى يجري فحص طبي عصبي، وبعدين إذا احتجنا لازم نعمل له سيتسكان على الأقل أو مفراس.
أما في بعض الأعراض تترافق بسبب موقع الكتلة الموجودة، وين موقع بشوي شرحت أنت أنه في فصوص للدماغ، كل فص بالدماغ مسؤول عن مهمة بجسم الإنسان. فإذا كنا افترضنا أنه في ورم بالفص الجبهي الأمامي، ممكن تلاقي مريض عنده صار اضطراب بالشخصية ما كان موجود عنده سابقا. هذا الاضطراب بيلفت نظر الآخرين اللي حواليه. ممكن إذا امتد للخلف شوي يصير عنده ضعف بإيد أو إجر يسار أو يمين، يصير مثل ما يسموه ضعف بالشق الأيسر أو الشق الأيمن. هاي أحد الأعراض بسبب حسب مكان الحركة. ممكن أحيانا مثل ما قلنا إذا كان بمراكز الكلام بصير في المريض عنده اضطراب بالكلام، يعني حسب وين موجود الورم وحسب الوظيفة في هذا الدماغ راح يصير في عندنا مشكلة. هذا مشكلة. طيب دكتور، احنا بهمنا جدا نعرف كيف بدنا نشخص هذا المرض، لكن انا وياك راح نكمل حلقتنا بعد الفاصل. اعزائنا المشاهدين، فاصل صغير ولنكمل حلقتنا احنا وياكم مع الدكتور حيان كيال، خليكم معنا. برنامجنا اسأل طبيب مكمل معاكم اعزائنا المشاهدين. موضوع حلقتنا اليوم هو اورام الدماغ. ضيف حلقتنا اليوم الدكتور حيان كيال، اختصاص جراحة الدماغ والعمود الفقري بالناظور. دكتور حيان، يعني احنا نحكي عن الاعراض، جزء منها كان من جزء اساسي من الاعراض تبع اورام الدماغ خاصة بالكبار فوق 50 هو ظهور اختلاج وفقد وعي. ظهور فقد الوعي الفجائي اللي أول مرة عند المريض ما بسوابقه في فقد وعي، هذا بيخلينا نفكر أنه يكون عنده آفة بالدماغ أو مشكلة بالدماغ، لذلك لازم نراجع طبيب. التشخيص يعتمد على الفحص، فحص المريض بالعيادة وأخذ قصة مناسبة من المريض والتوجه بعدها إلى إجراءات نسميها إجراءات شعاعية مرافقة. الإجراءات اللي ممكن نساوي للتشخيص من أبسطها هي السي تي سكان أو المفراس، وهذا المفراس متوفر بتصور بكل المناطق، وبالتالي إجراء مفراس مثلا لطفل عنده صداع شغلة بسيطة سريعة ممكن توجهنا إذا هذا عنده ورم. هذه مثل عنا هون السي تي سكان بيبيننا إذا في ورم، لاحظين هون منطقة بيضة مع سواد حواليها، هذا منطقة مثلا بالدماغ، ما نحن نحكي بمناطق. هون مثلا ورم عند طفل عنده كيسة مع ورم، هذا بداية خلقي خلق فيها وزادت كرانيو فرنجوما، أو مثلا أورام منتشرة هون أو أورام بهي الجهة. فهي أورام سيتي سكان تظهر على الأقل بسرعة، سريع السيتي سكان صار هلا خلال دقائق بيظهر سيتي سكان، وبالتالي ما بيحتاج المريض غير أنه نأكد أنه في كتلة، معناها لازم نبحث عن إجراء تاني هو MRI. الرنين المغناطيسي اللي بنسميه إجراء المرنان للمرضى، بيكون نحن توجهنا لكتلة ومفكرين نعمل جراحة. فإذا كنا مفكرين نعمل جراحة فلازم يكون تصوير أوضح وأفضل، وعلاقة الكتلة مع المحيط الدماغي اللي موجود حتى نقدر نعطي الإنذار أو المشاكل اللي ممكن تتواجهنا للمريض والأهل. فبالتالي MRI ضروري بهالحالة لتحضير المريض لعمل جراحي. أما CT scan فهو كتشخيص مبدئي سريع لاكتشاف الموضوع. أحيانا بيكون الكتلة إذا كانت أقل من 2 سنتي فالمرنان قد لا يظهرها بشكل كافي، وبالتالي قد نلجأ شيء اسمه PET scan. فهذا البيت سكان بيوضح لنا الاورام اللي اقل من 2 سنتي، 1 سنتي، 2 ميلي، 3 ميلي ممكن يظهرها بهاي الدقه. نعم. فبالتالي هدول غالبا المرضى اذا كنا مفكرين نعمل لهم معالجه شعاعيه احيانا بعد مثلا استئصال ورم وبقي بقايا صغيره، بدك تتاكد وين هي موجوده، بتعمل بيت سكان وبتحوضه لبعدين قسم الاشعه عشان يعالج منطقه الباقيه يعني اقل من سنتي، بتبين بالبيت سكان. احيانا نلجأ للتشخيص ايضا اجراء انفيزف يعني هجومي شوي على الدماغ، هو ادخال ابره لمكان الورم الدماغي. ففرضا اذا كان الورم بالعمق ونحن ما لنا متاكدين انه هذا اكيد ورم او يكون مثلا التهاب او خراج او تشوه، فلذلك احيانا ممكن نلجأ لشيء ادخال ابره تحت جهاز اسمه ستيروتاكسي او تصويب مجسم، ندخل بابره لمكان الورم ونستأصله، او مو عفوا ناخذ خزعه منه بسميها خزعة يعني عينه. هلا السبب احيانا مشان ايام نكون شاكين انه درجه الورم هذا درجته ثانيه ثالثه بدنا نحدد ندخل جراحيا ما ندخل درجه خطورته فاذا كان مثلا خطر ولازم ندخل له جراحيا اكبر فبنعمل بعدين عمل الجراحي الواسع. فهذه الابره اذا هي للتشخيص. احيانا بيكون هذا كافي لاستئصال ورم، اذا كان ورم مثلا محيطه اساسا هو عباره عن 1 سنتي فما في داعي ندخل
تتصل جراحيا بهالموضوع، فبصير استئصال عن طريق كمان هذا الجهاز اي طبعا لانه جهاز بيطور شوي، بدنا نستأصل جزء 1 سنتي منه ما في مشكله، مو بس ناخذ خزعه بسموها خزعه استئصاليه، يعني استئصال مع اخذ الخزعه كامل الورم. هلا فهي ادوات التشخيص اللي متوفره حاليا بالعالم كله موجوده، متوفره حتى متوفره بالاربيل وبالعراق. نعم. هلا احنا بتقودنا الاحاديث او الحوار معك دكتور لعلاج هاي الاورام، احنا عرفنا اسبابها، عرفنا شو الاعراض وكيف التشخيص. هلا بالنسبه للعلاج، واسمح لي قبل ما ندخل في العلاج وطرق العلاج والتطور اللي صار بالعلاج، سؤال مهم جدا وانا شخصيا حاب اعرفه منك واكيد اللي عم بيشاهدونا على الشاشه، اللي هي نسبه نجاح العلاج بغض النظر سواء كان جراحة أشعة، هلا رح نعرف، بس نسبة نجاح علاج هاي الأورام، لأنه بصراحة كلمة شوي مخيفة دكتور. نعم. فالعلاج منها يا ريت تطمننا أو تحكي لنا عن نسب نجاح العلاج لندخل في التفاصيل. تمام. الحقيقة بدي أقول هذه النقطة كتير مهمة، الأورام الدماغ قد تكون خبيثة وقد تكون سليمة، لكن سليمة مع وجود موقع خطير لاستئصالها فبتكون كمان خطيرة على الحياة أثناء الجراحة. والخبيثة مثل ما بنعرف أنه ما في استئصال كامل إلها، حتنكس سواء فترة ما يعني محددة أشهر أو سنوات حسب الوضع أو خبسة. لكن بدنا نتكلم عن شغلة مهمة، الورم الجراحة باستئصال بأورام الدماغ هي فرصة للمريض، هذه الفرصة بتعطيها بكل أنحاء العالم، هي فرصة بتعطيها للمريض، قد تكون نجاحها جزء كبير جيد وقد تكون تفشل هذه الفرصة للمريض، وأنه قد يؤدي إلى أزيات عصبية أو أنه حتى تؤدي إلى وفاة، وهذا شيء طبيعي موجود بكل أنحاء العالم. أنك أنت تعمل عمل جراحي مع علم الأهل أنه هذه فيه خطورات عالية على قصص، لأنه أورام الدماغ أورام موقع قد يكون مثل ما أنه خطير أو استئصاله يكون أساسا غير ممكن بشكل كامل، فبالتالي المريض معرض أنه يصير عنده مشاكل عصبية، مثل ما أن كل مركز بدماغ له مهمة، قد نفقد هذه المهمة أثناء الجراحة، أو أثناء الجراحة قد المريض ما يتحمل هذه الجراحة لأسباب متعددة فبتؤدي إلى وفاة المريض. فهل نحمل الجراح هذا العمل الجراحي أنه هو وفى المريض؟ لا، هذه بكل أنحاء العالم متعارف عليها، ممكن تكون نسبتها ببعض الأورام 40%، ممكن نسبتها 50%، يعني بيدخل مريض 100 مريض بيطلع 50 منهم طبيعي و50 يصير عنده يعني مشاكل. يعني احنا داخلين على عمل جراحي بدنا نضحي باشياء كبيره، لانه اذا ما عملنا هذا العمل احنا اوريدي راح نروح نحو الاسوء. نحن نروح نحو الاسوء. نعم. وهو بالاساس عمل جراحي في خطورات عاليه. نعم. لازم الناس تعرف انه في خطورات عاليه، وانه الجراح عم يحاول يبذل جهده، اي جراح بالعالم جراح عصبيه عم يبذل جهده لينقذ المريض، مو هدفه يعني أزية ولا المريض. شك احنا لما تحكي عن الدماغ هو يعني اهم عضو بجسم الانسان، فالضربه على الدماغ ممكن تؤدي الى الشلل، فما بالك عمل جراحي. طبعا. لا بالعكس، الاطباء الله يعطيهم العافيه وان شاء الله يا ربي دائما يعني يضل في علم وتطور لحتى ننقذ هالناس اللي بيعانوا من هاي المشكله حتى لو كانت في خطوره عاليه فيها. طيب دكتور خلينا هلا نفوت على العلاجات اللي موجوده. نحكي قبل الصوره هاي استاذ رجع لنا، معلش احنا تاخرنا عليك شوي بالحكي بس كان في المعلومة المهمة. نرجع قبل بصورتين على ما أظن، يمكن هي. كمان واحدة في عنا الجراحة التقليدية اللي بعد هاي هي جراحة الفتح الدماغ الواسع. صحيح. مثل ما ملاحظ أنه نفتح الجمجمة بشكل كامل وواسع، عظم مع الجلد لحتى نوصل للأورام ونستأصلها. هذه العملية التقليدية طورت حديثا خلال 10 سنين الماضية، صار في عنا أجهزة لتحدد مكان الورم أثناء الاستئصال، صار في إمكانية نستأصل الورم والمريض صاحي، يعني مريض صاحي وعم يستأصل يعني. لا هو تقريبا بنج موضعي مع تركين للمريض، والمريض صاحي ونحن عم نشتغل ونحدد المراكز اللي نحن عم نستأصل فيها، إذا كانت خطيرة ببين معنا بيتكلم، إذا في اضطراب بالكلام بنوقف بمرحلة من المراحل. فإذا هذا إجراء الأورام باستئصال الأورام صاحي، في أجهزة صارت لاستئصال الأورام بشكل دقيق بشكل أنه ما نأذي خلايا أكثر، في أجهزة مكبرة صارت ممكن استخدام مثل ميكروسكوب لتحديث الاستئصال ويصير استئصال بشكل جيد. طيب. دكتور هون في سؤال، المريض لما يكون هو صاحي أثناء العملية أنت أنت يعني شغلك في مكان خطير، نعم، فهل يعني ممكن يتحرك حركة لا إرادية كذا؟ نعم. فنسبة نجاحها يعني أنا يفضل انه المريض يكون نايم وخلص. لا هي الحقيقه المريض بيكون صاحي بس مثبت الراس بجهاز خاص بيمنعه من اي حركه.
لأنه أي حركة مفاجأة. أي بعدين المريض مركّن يعني مهدأ لكن صحي بدأ يتكلم مع السبيك مثلاً المساعد الجراح اللي هو مطلوب منه مثلاً يطلب منه حرك اليد يمين حرك يسار إذا كنا عم نشتغل على جهة فيها مركز حركي أو إذا كان بده يتكلم يخليه يتكلم أثناء العملية لأنه عم نحكي على مركز الكلام. فهذه غالباً بالأورام الخبيثة المنتشرة في إمكان نستأصل جزء كبير من الورم لكن منخاف إنه نأذي المراكز الحساسة فبنوقف عند ما نلاقي المريض بلش يصير عنده مشكلة فبالتالي بنضطر نترك بقايا من الورم بعد ما نخلص استئصال حتى ما نخسر شيء ما نخسر مهم شيء. بحياة لذلك الجراحة هي هدفها استئصال الأكبر الورم الأغلب بالورم الخبيثة استئصال القسم الأكبر من الورم مع بقاء بعض بقايا الورم لإجراءات أخرى هي مثل شعاعية وكيماوية أما الاستئصال بالأورام السليمة اللي نحن حول الدماغ حكينا فممكن يكون استئصال كامل وبالتالي ممكن يكون إذا كان موقعها جيد. في غير الجراحات معنا لأنه يعني في عنا أحيانا بنقدر نستخدم الناظور الصورة اللي بعدها حديثا صار في إمكانية استخدام ناظور لاستئصال بعض الأورام ضمن الدماغ وبعض الأورام حول الدماغ فهذا استخدام الناظور بيخلي الرد على الدماغ أقل وبالتالي الأذية أقل لكن مو بكل الأورام نقدر نعملها بس في بعض جزء كبير من الأورام نقدر نستأصلها بهي الطريقة. نعم والناظور هون بوضح لنا شاشة. إيه شاشة عندك شاشة مكان الورم بالناظور وبتستأصل أنت بثقب صغير بالجمجمة ما بتفتح فتح واسع. نعم. وبالتالي هاي الأورام صار في إمكانية نستأصلها بأقل رد وبالتالي النتائج بتصير أفضل. نعم. دكتور رح نكمل خطوات العلاج هذا احنا حكينا عن قسم الجراحي سواء كان جراحة كبرى او بالناظور الاقسام الثانية رح نرجع لها انا وياك بس بعد ما نريح السادة المشاهدين بفاصل صغير وبنرجع لكم لحتى نكمل علاج اورام الدماغ مع الدكتور حيان كيال خليكم معنا. من جديد أهلا وسهلا فيكم أعزائنا المشاهدين حلقتنا لليوم من برنامج اسأل طبيب أورام الدماغ معانا الدكتور حيان كيال لحتى نستفيد من معلومات اللي عنده في موضوع الحلقة. دكتور حيان كنا نحكي عن علاج أورام الدماغ هلا بسبب تطور الأجهزة اللي متوفرة صار بغرفة عمليات جراحة الأعصاب مثل ما بنشوف هون الميكروسكوب أو المكبرات الكبيرة بتفرجينا الأورام بشكل دقيق جدا لاستئصالها مثل أجهزة رنين أو سيتي سكان ضمن غرفة العمليات مشان أثناء العمل الجراحي نعرف قديش استأصلنا من الورم بقدر نصوره. في عنا كاميرات بتأكد مكان الورم أثناء العمل الجراحي ونحاول نستأصله على حسب الكاميرا وجهاز برمجي بسميه مثل النافيجيشن مثل النافيجيشن تبع السيارة بس نافيجيشن بالدماغ بيقول لنا مكان الورم وعم نحن عم نستأصله. في إمكانية أنه نستأصل الورم مثل ما قلنا والمريض صاحي هون في مريض مثلا صاحي وعم يستأصل الورم. فتطور هذا الأجهزة خلت إمكانيات العمل الجراحي للأورام بشكل عام نتائجه تكون جيدة جدا. لكن مثل ما قلنا رغم الجودة بكل هالإجراءات لكن بتضل في إمكانيات في خطورة لكن هذه الخطورة بتتبدل من شخص لآخر بتتبدل من قيمة نوع الورم اللي عم بتشتغل عليه موقع الورم. فإذا هدول أساسيات لناخذ نتيجة أحسن. بشكل عام الأورام السليمة غالبا يمكن استئصالها بشكل كامل وإذا استئصلت بشكل كامل فالنتائج طول العمر بيكون طبيعي وما عاد في مشكلة للمريض وبيقدر يرجع لوضعه الطبيعي حياة طبيعية. الأورام هلي درجة خبث بسيطة درجة أولى أو تانية. درجة الأولى مراقبة سنوات متعددة حسب الوضع حتى إذا تطورت وقتها بنعالجها جراحيا. الدرجة الثانية ممكن معالجتها يا شعاعيا يا مراقبة أيضا. أما الدرجة الثالثة والرابعة فهي غالبا لازم تجراء الجراحة وبعدها المعالجة الشعاعية. هو هون السؤال بالضبط هل كل علاجها جراحة ولا في علاجات أخرى غير الجراحة؟ نعم هلا نحن نحكي على الإجراءات الثانية بعد صور هاي. حنحكي إنه بعد الجراحة للأورام الخبيثة تطور شيء اسمه المعالجة الشعاعية يعني بحرق الخلايا النافذة. ففي عنا الجاما نايف اللي بيسميها يعني جلسة واحدة بظهور يعني مثل ما أقول أشعة على الدماغ على مكان الورم مركزة بجلسة واحدة لحرق بقايا الورم الباقي. نحن وقت بنعمل الجراحة بنفرغ الورم من الداخل لأنه بيكون خلايا ميتة غير فعالة بينما الخلايا الفعالة بتتأثر بالأشعة أكثر
فهدف المعالجة الشعاعية هو الخلايا اللي فعالة أكثر. نعم. مو الخلايا اللي ماتت، الخلايا مات ما بيقدر يساوي فيها شيء الأشعة، لذلك لازم إجراء جراحة أول بعدين تعمل أشعة. الأشعة مثل ما قلنا يا جاما نايف اللي هي بشوط واحد أو جلسة واحدة لتسليط الأشعة على مركز الورم وحرقه بشكل كامل، ممكن هذا يخفف من عودة الورم للظهور مرة تانية، ممكن يخففه أشهر أو سنوات. نعم. في جهاز تاني اسمه اللينك أو المسرع الخطي، هذا جهاز بيدور شعاع واحد بيدور حول الرأس. أعتقد معنا صورة معنا الصورة بعدها أبو. فهذا جهاز بيدور حول رأس المريض مثلا وبيعطي شعاع واحد حول الورم بكل الاتجاهات، فكمان هذا ممكن يصير. في كمان نوع ثالث كمان اسمه سايبر، كمان نفس الشيء بيعطي شوط واحد بس كمان بيدور حول الانسان. دكتور، في كمان يعني بنسمع بصراحه واحد مع سرطان او ورم خلينا نحكي باخذ علاج كيماوي. تمام. هلا نحن حتى يكتمل المريض علاجه بشكل كامل بالاورام الخبيثه عم بحكي، الاورام الخبيثه لازم تعمل جراحه بعدين معالجه شعاعيه بعدين تلجا للمعالجه الكيميائيه. هلا في معالجات كيميائيه صارت متطوره حتى ممكن تلجا لوضع بعض المواد الكيماويه والحبوب الخاصه ضمن الورم اثناء الجراحه. هي كمان بالاضافه للاشعه في كمان بعض الدراسات او المراكز بتحط منبع شعاعي ضمن مركز الورم بعد الاستئصال، كمان هي من المعالجات. يعني ماده مشعه، ماده مشعه بنزرعها داخل مركز الورم. نفس الشيء صار هلا في مواد بتضع داخل مركز الورم بعد العمل الجراحي. فاذا المعالجه الكيميائيه مع المعالجه الشعاعيه مع المعالجه الجراحيه هي جزء متكامل، لازم هذا المثلث يكتمل عندي. يكتمل حتى تاخذ احسن نتائج كمريض. نعم. لانه اذا اخذت بس جزء واحد ممكن يكون نتائج مو مثل ثلاث اجزاء او ثلاث عناصر. لذلك مثلا نعطي مثال، اذا مريض اخذ مريض عنده ورم خبيث مثلا درجه رابعه، ممكن اذا تركته للمريض خلال شهر يتاثر ويتوفى مثلا. اما اذا عالجته جراحيا مع معالجه شعاعيه مع معالجه كيميائيه ممكن يضل اشهر متحسن. نعم. هل هذا يكون شفاء كامل؟ لا، بس على الاقل في مريض عم تعطيه فرصه، انه الامور عم تتطور كل يوم عن يوم. نعم. بالاضافه انه صارت الدراسات الحديثه انه ممكن ارجع اجراء نفس المثلث مره ثانيه، يعني ممكن اجراء جراحه مره ثانيه، معالجه شعاعيه مره ثانيه، كيماوي مره ثانيه. نعم. فاذا هذا من الشغلات اللي بتساعد المريض على انه ياخذ فرصه بالحياه فتره اطول. نعم. هلا بنضل بنقول بنختصر الموضوع، الأورام الخبيثة دائما ممكن تؤدي إلى الوفاة بالنهاية. الجراح عم بيقوم والمعالجين الأورام عم بيقوموا بعمل لتمديد قدر الاستطاعة من حياة المريض بشكل مريح، لكن هذا ما معني أنه بجوز يعني اللي داخل على عملية استئصال الورم من الدماغ يعني بإيد رب العالمين ثم بإيد الجراحين، وهذا هو الحل الوحيد اللي موجود، وإلا أساسا هو ما لح نقول بكل الأورام، بس عم بحكي يعني عن الأورام الخبيثة غالبا. نعم. أورام السليمة إذا موقعها خطير فوقتها ممكن يكون يعطي الجراح فرصة للأهل يفكروا أنه هذا الموقع خطير، ممكن استئصال الورم كامل بشكل يكون صعب. في معايير دكتور لخطورة المرض يعني الموقع سريعة. الموقع الورم إذا كان الورم بموقع خطير مثلا مركز تنفس مركز قلب، ممكن يوقف تنفس وبالتالي المريض ما بيقدر يكمل إلا على جهاز تنفس آلي مثلا، فهذا لازم نأخذ احتياطاتنا. من الشغلات اللي لازم نحكيها من المعالجات الداعمة ممكن نأخذ أدوية كورتيزون للدعم، أدوية مضادة للاختلاج، ممكن أدوية مضادة للإقياء. في بعض الشغلات اللي بندعم فيها المريض بعد العلاج هي معالجة فيزيائية بالمرضى مثلا اللي عندهم ضعف بإجرهم أو إيدهم، في مرضى بيصير عندهم اضطرابات بالكلام فممكن نعمل دعم علاج للكلام، في ممكن معالجة نفسية للمريض لأنه كتير في ناس بيضطربوا نفسيا بدلية في معالجة نفسية. نعم. معالجة بالتغذية كمان كتير مفيدة. طيب. فهدول معالجات داعمة بنسميها. نعم. دائما موجودة. دكتور بس بحكوا لي في الكنترول معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا سيد عمار، تفضل. من وين عم تحكي معنا؟ من وين عم تحكي معنا سيد عمار؟ شلونك عندي؟ تمام الحمد لله. من وين بتحكي معنا؟ الله يخليك، من بغداد من الدورة. أهلا وسهلا فيكم أهل بغداد جميعا، تفضل. الله يخليك. ممكن أحكي يا الدكتور؟ معاك الدكتور. نعم تفضل دكتور حيان. دكتور عزيز، أهلا وسهلا. بس توطي صوت التلفزيون، تعمله ميوت او صامت واسمعني من التليفون. الله يخليك، اسمعك واضح يعني دكتور. ممتاز. اسمعك واضح. تفضل دكتور. بس اريد اسالك، عندي والدي. نعم. مسوي عمليه فتح جمجمه، وقتها كان عنده ورم والدماغ والحمد لله طلع سليم الورم.
الغده طلعت سليمه الحمد لله. سواها بسنه 2002 نعم نعم. ف اي فمن سوى خلال علاج يعني بقى على العلاج هسه حاليا والحد الان اللي هو الدجريتول العلاج حب الدجريتول نعم. مستمر عليه حاليا نعم. هذا دكتورنا هل به تاثيرات يعني يبقى عليه مستمر هذا العلاج؟ طيب سلامته ان شاء الله الوالد والدكتور اليوم الان بيعطينا الاجابه. الدواء التجريتول هو من ادويه معالجه للصرع، فالمريض اللي عنده بعد عمليات الاورام على الدماغ ايام بنلجا الى 6 شهور لسنه معالجه ادويه صرع، وعاده بعدها بتم ايقافها. هذا من 2002 او 2004 صار له زمان 15 سنه 2002. يفضل انه يجري تخطيط دماغ ويتاكد انه ما في مشكله عنده بالتخطيط الدماغي، وقتها ممكن يوقف الدواء ويجرب، اذا وقف وما صار في اي اختلالات ممكن يستغني عنه بالنسبه لهذا نعم. العلاج. لكن هو سؤال انه لو ضلوا عليه لفتره طويله هذا لا، هو بالاساس تيجريتول بيتاخذ بالفترات طويله عند المرضى اللي ما عندهم لا اورام ولا شيء، بياخذوه فتره يعني طويله فهو سليم بشكل عام. طيب دكتور نرجع لموضوعنا، وهيك في دقيقه او يعني المخرج سمح لي كمان نص دقيقه اوكي. يا ريت اذا في نصيحه هيك بشكل عام عن هذا الموضوع. هلا نحكي نصيحه بشكل عام، اورام الدماغ لازم ناخذها بعين الاعتبار، خاصه اذا الطفل عنده صداع مثل ما حكينا لازم ناخذ الامر بشكل جدي. واحد كبير بالعمر عمره 50 سنه وصار عنده فقد وعي فجائي، ما كان في عنده سوابق فقد وعي مع اقتلاج، فهذا لازم ناخذ الامر بشكل جدي. المرضى اللي عندهم يعني اذا كانت ذكرى يعني عندهم مشاكل عائليه فيها عندهم اورام لازم ناخذ الموضوع بشكل جدي. المرضى اللي عندهم اضطرابات هرمونيه ممكن مثلا عندهم اضطراب هرموني سر حليب بس عند النساء وكذا، او عدم انجاب بسبب اسباب، نبحث عن اورام نخامه اورام بالدماغ. له علاقه الدكتور بالعلاج بالمراه الحامل؟ طبعا اذا ما عندها حمل، اما اذا كان مرأة حامل يختلف الموضوع حسب درجه الحمل والورم شو نوعه، ممكن في يعني تقارن ايهما اهم وحسب نعم. نوع الورم ويسمح لها الحمل بعد العمليات الجراحيه. هلا نحن المرأة الحامل او المرأة بشكل عام اذا استقصيت الورم لازم تصير في حمل بعد 6 اشهر على الاقل من العمليات الجراحه على ورم الدماغ، افضل 6 اشهر وما فوق، ما لازم تحمل بشكل مبكر. في عنا الشغلة الثانية هي الأورام السليمة، لازم نعرف بشكل عام مثل ما حكينا الأورام السليمة يمكن استئصالها، وإذا استئصلت بشكل كامل نتائج رائعة بيرجع إنسان طبيعي. في بعض الأحيان بقاء بعض الأورام السليمة بسبب موقعها صعب الاستئصال بشكل كامل، لازم نبحث إنه نعتقد إنه بتصير نكس مرة تانية ونحتاج نعمل لها عملية تانية، لأنه لا تستجيب لا للعلاج الشعاعي ولا للعلاج الكيميائي، فالعلاج هو جراحي في كل المرات. أما الأورام الخبيثة فمثل ما قلنا حسب درجتها، إذا درجتها بسيطة فالعلاج بيكون مراقبة أحيانا، أما إذا كانت متوسطة لشديدة فالعلاج هو جراحي مع شعاعي مع كيميائي. لازم هدول الثلاثة يكونوا موجودين. استغناء عن واحد منهم تعطي أقل فرصة للمريض للحياة. هي أساسي. إذن هو دكتور يعني باختصار نحكي الكلام، هو موضوع ورم الدماغ هو تحدي بين المريض والطبيب والمرض بذاته، يعني إن شاء الله أنه العلم يتطور أكثر وأكثر لحتى فعلا نتخلص من هاي المشكلة وفعلا نوصل لتحسين حياة المريض قدر الإمكان. والله يعطيكم العافية أطباء جراحة الأعصاب، يعني مو سهل في أنك تعمل جراحة بالدماغ، إن شاء الله يا ربي دائما تكون نتائج مبهرة، وأكيد المرضى بدهم يقدروا هذا الجهد أنه هو فعلا عمليته راح تكون صعبة، وإن شاء الله ربنا بياخذ بيد كل واحد بتعب وكل واحد بيجتهد. دكتور حيان كانت الحوار معك شيق جدا، وبصراحة الوقت نفذ منا سريعا سريعا. أعزائنا المشاهدين في ختام حلقتنا لليوم ما بقدر إلا أنه أحكي لكم إن شاء الله يا ربي دائما تكون صحتكم بخير وسلامة. للي ما قدر يحضر حلقتنا اليوم ما عليه أنه يدخل على وسائل التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وعلى اليوتيوب لقناة سامراء الفضائية وبرنامج اسأل طبيب، لحتى ألقاكم بحلقة جديدة من برنامج اسأل طبيب للأسبوع القادم. مني أنا الدكتور إسماعيل العرجة في الإعداد والتقديم، تصبحوا على ألف خير وإلى اللقاء.